الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رسالة ردا على ما قاله الدكتور الفيد البارح، ممكن الفيديو خرج قبل ولكن أنا شفته البارح. تيقول بلي أن إلا مشيتي عند شي شخص عرض عليك ولا شي حاجة وخرجتي من عنده، ما تفضحوش إلا شتي شي حاجة، ماشي تقول راه عطاني هاد الماكلة ولا كلت عنده البطاطا ولا شي حاجة، ما تفضحوش يعني. ولكن الدكتور الفيد تكلم على واحد السيد تقول له المعطاوي، تيفضحو هو في الفيديو، تيقول ليه بلا ان لا حشومه عليك ما تجيش تقول هذا الشيء، هذا لا انا كنت يعني كنعتبرك وهذه هذه ما تقولش هذه السيده، ما تقولش السيده. فضحتيه يا دكتور وقلت لي بلي انا ما تقدرش تعيط عليه في التليفون، وانت لقيتي غير هذه الوسيله هذه اللي يعني تقولها لي هكايا يعني باش تفضحو قدام الناس كاملين. انا مالي انا يعني اشنو هو الفائده ديالي انا نعرف اسرار ديال هاد السيده اللي كتسميه انت المعطاوي؟ انا ما كنعرفوش، شنو الفائده ديالو والناس اخرين يعني فاضحوا عندنا هنا، وانت كتقول قبل لا الا مشي عند شي واحد ما تفضحوا ما والو، وانت فاضح هاد السيده هذا ما عرفتش يعني. ما تقدرش تصيفط ليه رساله على الواتساب، فيديو على الواتساب بالخاص ما عرفتش. الدكتور فايد كيتعرض للسب والشتم من طرف بعض الاشخاص، وخصوصا واحد السيده من انجلترا اللي شبعات فيه سبان ما خلات فيه غير اللي نسات على قبل. هذا الشيء هذا اللي كيقول الدكتور فايد، هذه المواضيع هذه اللي تعرض لها مؤخرا وهو مواضيع ديال الدين. انا رسلت رساله للدكتور فايد عبر واحد الفيديو وما متفقش معاه في هذا الشيء هذا اللي كيقول، لان يعني حتى هو هجم على الفقهاء والعلماء اللي هو ما تيسميوش علماء، لانه هو عنده العالم، هو الواحد اللي يدخل لابس طبليه بيضاء ولا وهز دوك اسمه ليوتيوب وبارك تيعبر ليا في لي سوليسيون، هو بالنسبه لي هذا هو العالم ولا العالم اللي طلع القمر، واحد لا دار واحد اختصاص شي حاجه راه ماشي عالم. المهم الدكتور فايد ما فهمش انايا علاش تعرض لهذ المواضيع هذو اللي خطيره خطيره، لان الدين دائره حمراء ما كيدخل لها حتى شي واحد، صعيبه بزاف صعيبه بزاف. وانت يا رجعتي داكشي ساهل وكتقول يعني ما القران، القران شنو القران؟ كاس اندهاقه، كلشي كيعرف الناس كاس اندهاقه، اشنو هي كاس اندهاقه؟ باش غيوريوها لي كاس اندهاقه، انت كتعرفها انا ما كنعرفهاش، واحد اخر ما كيعرفهاش، وزيد وزيد. يعني القران راه ماشي سهل، راه حنا محتاجين شيوخ غادي اللي يفسروا لنا القران، ماشي انت غادي تفسروا من غير الا كنتي قاري تفسير، راه غادي تفسروا لنا. ولكن انت ملي كدير فيه اخطاء كيفاش تقول لنا انت حافظ القران وكل شيء وكدير فيه اخطاء؟ الناس راه كتسمع مؤخرا درتي اخطاء، خطا في سوره البينه وصلحها لك، صلحها لك واحد الشيخ، يعني راه الاستعاوه والنون وهذاك الشيء راه خطا، اذا ما حافظش القران. او العلماء الشيوخ دخلتي فيهم طول وعرض يعني اشناهو هي؟ ها انت دابا شوف دابا فين وصلتي، هما الناس بداو كيسبوا فيك ويسبوا لك في ولادك ويسبوا لك في العائله ديالك وكاع الناس كتسمع. انا ما كنقرش هذا الشيء هذا، وكنصح اي واحد الشتم والقذف وداك الشيء ما كاينش في الفيديوهات يا شباب، ما تعيروا حتى شي واحد، والدكتور فايد ما تعيروه ما تسبوه ما والو، ما متفقش معاه، غادي تلوح فيديو وغادي ترسل رساله هذه وتعبرت حتى في فيسبوك كجميع الاشخاص، ولكن ما نسبوا حتى شي واحد، راه هو عنده وليداته عنده العائله ديالو حرام نسبوا، ولكن حنا ما متفقينش معاه. انا ما عجبتينيش يا دكتور بلي انك تقول بلي ان هذا كل واحد اللي عنده شي لحيه عريضه يجي انا يبدا يفهم عليا ولا اسمه، وضرب راسك مع شرب المطلب حار وضرب راسك مع الحيط وهذاك الشيء وكتقول فيه ما يعني ما فهمتش انايا. انت يا هجمت عليهم واحد الهجمه اللي عندك شي مشكل، ما شنو هو علاش كتقلب؟ اش هي الفائده ديالك من هذا الشيء هذا؟ وملي ولا العالم كتقول ليه انت يا اللي لبس شي قفطان ومحشوم، ماشي هذا استهزاء هذا؟ هذا ماشي ماشي يعني ماشي بالمستوى ديالك انت اصلا، ودكتور وتقول بحال هذا الكلام هذا اللي لبس شي قفطان، شنو زعما اللي لبس شي جلابه؟ زعما والو ما فهمتش انايا، ما فهمتش. اذا يا اخوان انا ما فهمتش، انا الدكتور الفايد تعرض لهذ المواضيع هذه اللي صعيبه 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 بزاف، لان الدين كاين بعض الاشياء كل واحد فاهمها على طريقه ديال على الطريقه ديالو. الا جيتي انت وغادي تشرح لهاد الناس كاملين اللي كل واحد فاهمها على طريقه ديالو، راه تكون عندك واحد الطريقه
اللي تقنع بها هاد الناس كاملين. والطريقة دي راه ما كتكون غير عند شي واحد اللي فاهم. فاهم، انا ما كنقولش ما فاهمش، تقدر تكون، ولكن لحد الان راه شفتك يعني خرجتي على السطر، خرجتي على السطر، يعني ما ماشي طريقة، هذه ماشي طريقة، ماشي طريقة. ممكن تكون عندك طريقة أخرى ولا تبدل الطريقة وكل شيء، وحنا ما فهمناش بلي أن يا دكتور بلي أنك أنت يعني عندك واحد اختصاص في الأعشاب وكل شيء. يعني الناس راه كتبغي أنك تشد الأدوية بطريقة هوميوباتيك، بزاف عياو من دوري بران وعياو من سميتو عليه. ممكن انت عندك ما شاء الله، راه عندك تبارك الله صنع بالخير والخمير في هذا الشيء، هذا في الاعشاب. كون درتي لك صيدليه الاعشاب، كون الحمد لله الناس غادي هذا تراكم عليك، يقدروا يوقعوا لك مشاكل مع الصيدليات العاديه بسبب المنافسه. انت تعرضتي لواحد موضوع ما يجيب فيه زعما لا تسانس وداك الشيء، وصعب غادي غادي يوقع لك واحد ستريس اللي ما كاينش، لان الناس ما غاديش يرحموك، الناس ما يرحموكش. هذا ما كاين اخوان، تهلاو في راسكم وكنكرر، ما تعايروش دكتور فايد، ما تسبوه، ما والو، حشومه، ما متفقينش معاه قولوا، روحوا رساله قولوا بلا نعبروا كيف ما بغيتوا، ولكن ما تعايروا، ما تسبوا، لان داك الشيء كيضر بالنفس ديال الانسان ووليداته وكل شيء. تهلاو في راسكم، تابعونا في قناتنا خليل بلوغ. السلام عليكم.